أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم أن الرواتب لا تؤدى في السفر إلا رابطة الفجر. السؤال: هل يترك الوتر أيضا في السفر؟ وهل يترك بقية السنن مثل صلاة الضحى وغيرها؟ قلنا الرواتب، الوتر ليس من الرواتب، الوتر صلاة مستقلة لا يصح لا في الحضر ولا في السفر. وكذلك التهجد في الليل لا مانع من التهجد في الليل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد على الراحلة أينما توجهت به. وكذلك صلاة الضحى إذا تيسر أن يصليها يصليها، إنما هذا في الرواتب التي مع الفرائض من أجل ألا يظن الناس أن هذا من الفريضة، يظنون أن هذا لازم أنها تصلى مع الفريضة، والله يريد التخفيف ويغفر على الناس حرج من هذا الشيء.